الحمد لله يا ربي بابا صار منيح. ألما عم بحكي معك، شو بكي انتي من لما اجيتي على هالحالة؟ لا حكيتي لا أكلتي، صاير معك شي؟ يا ربي على هالبيت اللي كله حزن ومقت، نازلة شوف لي شي مسلسل أحسن شي. بعرف انه هي صدمة بالنسبة لك، بس أنا مالي ذنب اللي صار. والله العظيم كنت بدي خبرك من زمان، بس خفت اني اخسرك. شو عملت فيي يا تامر؟ هلا بعد ما صرت كل شي بالنسبة إلي تطلع مخبي علي هيك شي؟ يمكن معك حق، مو سهل عليك الموضوع، وأكيد ما لك ذنب. يا ربي هو ما له ذنب؟ معقول كون أنا والدنيا والظروف عليه؟ صباح الخير. صباح النور. رايحة على الجامعة؟ إيه، لكن عملي حسابك بدك تجي مشان تجهزي حالك لعيد ميلادي. إيه؟ إن شاء الله. يلا باي. باي. نفرجيك يا بنت حفيظة. ألو. هلو هلو، شو لساتك نايم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نانسي لي عند إلي بوش الصبح، شو بدك؟ ما بدي غير سلامتك والله. أنا حابة أنزل جيب لهدية لإيفا، سو قلت لحالي بدك تشترك معي ولا بدك تجيب لها شي خاص أو هيك، ما بعرف. ليش شو المناسبة؟ شو في؟ ياخ لا أنت عم تمزح، اليوم عيد ميلادها لإيفا على فكرة وبالفيلا. مرحبا، كيفك؟ لا شلون ما بعرف، فكرت في شيء تاني الله يسامحك. لا طبعا متذكر اكيد. والله بقص ايدي اذا متذكر شو اكلت مبارح انت. لك نانسي هلا فايق بحياة ربي، خلص عم قلك متذكر. خلص ما تاكلي هم، انا بتصرف. اوكي يلا روح. باي باي. يلا باي باي. شوفي باي. انا وتخرفنا يلا. أنا جيت ناهي على عيد ميلادها. أنا طالعة، بدك شي؟ الما؟ إيه؟ مالك بالعادة تحطي له هذا الحلق؟ لأنه هذا حلق من أنا وصغيرة، يعني الحلو والفتيل بخاف يضيع. إيه وليش حاططي هلأ؟ أنت شو بدك بهالقصص؟ ساسا؟ نحنا شو حكينا مشان موضوع النت؟ يعني إذا بتطلعي هلأ بتقعدي مع أمك وبتسليها شوي، مو بيكون أحسن؟ خلاص ما تاكلي هم، أنتي روحي وأنا هلأ بنزل بقعد معها. طيب ماشي، بس لا تطنشي. ماشي. باي باي. وهيك فجأة صاروا معك حبابي؟ ايه والله انا مستغربة، بس بتعرفي ماني حابة احضر حفلتها، يعني هدول كلهم اكابر على بعض، انا ماني خرج منهم. مين قالك مو خرجت؟ اصلا انت احلى وحدة فيهم، بس بدك شوية تعديلات. تعديلات شو؟ ايه انا بالزور عم مشي اموري. شو نسيتي انه رفيقتك معلمة مكياج وشعر؟ هلا باخدك لعندي على الصالون وبطلعك اميرة، وراح يرك الفستاني اللي قلتلك راح البسه بخطبة رفيقتي. يلا قومي ما في وقت. تفضل.
شلون لقيت لي هالشاي بالليمون؟ منعش ما هيك؟ يسلم الايدين. منير فكها بقى، انا بدي اياك تطلع من هالحاله. خذ هالاسواره بيعها وتصرف بحقها. لا لسه ما وصلت المواصيل، بيع اسواره المرحوم امك. بعدين هاي نقود بنتك بعرسها. معلش منجيب لها وحده اخف، يعني هالايام ما عاد حدا عتب على حدا اذا ما لبس ذهب تقيل. خدها بيعها، خدها. لك روح يا منير، الهي رزقك من غايب علمه. آمين يا رب. بعدي بعدي. شوفي خير؟ عشو عم بتدور؟ جاكيت اللي كنت لابسها امبارحة وينها؟ ليكو قدامك. ليكو عملتها يا ايام. يا عبي شو مالك؟ شو يعني؟ ايام اخذ منك مصاري؟ مو اخذ، سارق. وليه على قامتي؟ بس مو مصاري، شيء اغلى بكثير. وين هلا هو؟ وينه؟ طلع لعند رفيقه، قال اليوم حفلة عيد ميلاده. بسيطة، بس يرجع متحاسب. بسيطة. بس منير فهمني شو القصة، لا تخليني مثل الأطرش بالزفة. خلاص هلا خلاص، تركيني بالأول افهم منه وبعدين بخبرك. وفاء، لا تزيدي على قلبي ها؟ مو متحمل. طيب. واو طالعة بتجنني، وين مخبية كل هالجمال؟ صبايا شباب كيف شايفينا؟ شو بك؟ ليك عم تطلع فيه؟ لك والله صوت نغم. اي بعدي لسه لما البس الفستان رح تتفاجئي اكثر.